اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم مستمرين في جوله امريكا، وحلقه اليوم راح نخصصها لشغله معينه، شغله المطبخ الامريكي ابدع فيها كثير صراحه. الطريقه الامريكيه في عمل هاي الشغله غزت العالم كلياته ووصلت لكل مكان، وكل ما كل واحد فينا، ما حدا ينكر لو سمحتوا، كل واحد فينا ادمن بطريقه او بالثانيه او في مرحله من مراحل عمره على الدجاج المقلي. حلقه اليوم راح نخصصها لهذا الموضوع، نلف في اكثر من مكان نشوف اكثر من طريقه في عمل الدجاج المقلي في امريكا. نستفتح الحلقة بأي قطعة بالدجاج؟ الجوانح، التشيكن وينجز. يا جماعة حكيتها قبل هيك وبرجع بعيدها، صح الدجاجة ما بتطير، لكن جوانحها هاي مش على الفاضي، لأنها بتعطينا أزكى وأطرى قطعة في الدجاجة كلياتها. إحنا هون في مدينة شيكاغو، مدينة شيكاغو مشهورة كتير بشغلة اللي هي البوفلو وينجز. كتير بنسمع عن البوفلو وينجز، الدجاج، جوانح الدجاج المقلية اللي عليها صلصة البوفلو، وين جاينا كلها في واحد من أطيب وأقوى الأماكن هون في شيكاغو في موضوع البوفلو وينجز اللي هو اسمه جيك ميلنكس. بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتفقناش على هيك، جايين ناكل تشيكن وينجز. يا يا اخواننا هذا صحن تشيكن وينجز، اه بتيجي بتطلب مقبلات تشيكن وينجز هيك بيطلع لك. I really don't know what to do. انا لا اعلم ماذا سافعل. قبل ما نفوت في الوينجز وصلتنا الفرايد جيركنز اللي هو المخلل المقلي، بس بنخليها على جنب لانه بعد المنظر وريحه البافلو طلعت بلشت تدخل في المسامات. خلص عن جد نفوت في الوينجز الحين. طلع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الوينج، قديش فيها دجاج؟ طلع مرة الواحد، مرات الواحد باكل فخدة الدجاج ما فيها هالقد دجاج ما شاء الله، ومعبية نكهة، معبية نكهة. اوكي معبية نكهة مش مغرقة صوص، كثير من اماكن الوينجز بتعبي الوينج تبعتها صوص، تكون مغرقة في الصوص ويا دوب النكهة واصلة. هون لا بالعكس، شوفوا الصحن يعني ما في، مش انه مغرق صوص كثير، لكن تاكل الوينج بتحس عن جد بطعمتها. وبعدين الوينج هاي بتتغمس في صلصة الرانش اللي هي هيك اشي فيه لبن، فيه مايونيز، فيه بهارات، فيه كزبرة اتوقع، ثم نتبعها بحبة المخلل هاي الجيركن برضو بنغمسها في الرانش، بوتر ميلك فرايد جيركنز يعني مخلل منقوع في الحليب وبعدين محطوط عليه هذا البريدنج، زي الطريقه اللي بتنعمل فيها الدجاج المقلي لكن مخلل، ففي الحموضه جوا بنحطها بهذه الديب، هاي الصوص الرانش. واو واو واو، قضينا على الوينجز، الحين نتفرغ الى الناتشوز. هاي خلص الوينجز طلع ايش نسينا. طلعوا ايش نسينا، الخضروات، انهم يضعون الجزر والايش هذا كمان السلري، جزر وسلري حاطين لي اياهم في الصحن. اه اكيد بعد الحفله اللي الواحد اكلها تحت اكيد حياكل جزر والسلري. طلعوا صحن الناتشوز، يعني صح الواحد جاي هنا عشان ياكل وينجز، بس بالله طلعوا صحن الناتشوز. حط عليها شويه جواكامولي، شويه ساور كريم، شويه سالسا، حبه هولبينو، وهيك ايش بنحكي، ويلكم تو وين، ويلكم تو الاحجام العملاقه، ويلكم تو امريكا. اللي بعده اللي بعده، يعني قاعدين بنحكي عن الدجاج المقلي وحلقة كاملة عن الدجاج المقلي في أمريكا، ما نيجي على الجنوب، جنوب أمريكا لهلا مستحيل يا جماعة. اسمه Southern Fried Chicken، الدجاج المقلي على طريقة أهل أو منطقة جنوب أمريكا. هنا احتمال يكون هنا الموطن الأصلي للدجاج المقلي، إذا ما كان الموطن الأصلي فهو واحد من أقوى الأماكن أو الطرق في عمل الدجاج المقلي أمريكا، مش أمريكا الجنوبية عفوا، جنوب أمريكا. وهنا جنوب أمريكا ولاية أريزونا، مدينة فينيكس تحديدا، جاء على مطعم ما شاء الله ما شاء الله، سمعة المطعم على المواقع الإنترنت وكذا اللي بدور عليه لا يقارن بغيره. يعني مرات بكون محتار بين مطعمين، هون لا تيجي على فينيكس بدك تاكل في لولوز تشيكن أند وافل. هنا تكمن المفاجأة، بالضبط اسمه تشيكن أند وافل، مش معناها شغلتين مفصولات عن بعض، بالعكس دجاج بتاكل مع الوافل نفسه، يعني هذا الدجاج المقلي على طريقة جنوب أمريكا بتاكل مع الوافل هاي اللي متعودين نحط عليها آيس كريم ولا فواكه ولا شوكولاتة، وهاي القصص بتتاكل هون مع الدجاج المقلي، وبنحط عليهم ميبل سيرب اللي هو زي العسل. هذا ناكل الوافل لحال بس هيك ندوقها، طيب الدجاج لحاله روعة 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 روعة، الوافل لحالها برضو زاكي،
الميبل سيرب اللي عندهم روعة رهيبة على فكرة. مش بس ميبل سيرب، لحظة والله قبل ما ناكل لو أرجيكم، عسل 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 طبيعي ممكن تاكل مع الدجاج مع عسل أو مع ميبل سيرب. نرجع للقمة اللي كنا بدنا نعملها، الدجاج لحاله زاكي، الوفل لحالها زاكية، نحط عليهم هيك نحطهم على بعض الحين ونجربهم مع شوية ميبل سيرب. مخي في حالة صراع، صراع في انه كيف يميز ويفرق بين الاشياء اللي قاعد باكلها. تو ماتش، كثير هيك اشياء جديده قاعد تدخل في بعض، مالح في حلو في كذا. الدجاج لحاله روعه روعه روعه، تتبيلته الطريقه اللي مقلي فيها. تعرفوا الحلو اللي في الموضوع، الوفل بالعاده بتكون هيك ميبسه او بتقرمش شوي، هون لا، هون زي كانها بانكيك كثير 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 فلافي لسبب، لانه الكرانشينس او القرمشه او الكريسبينس هاي راح تيجي من ايش؟ راح تيجي من الدجاج. فالواحد باكل الوافل هاي بخفتها هيك بالعجينه، بطراوه العجينه، ويتبعها او يسبقها بلقمه من الفرايد تشيكن. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. طيب نخلي الصحن الاول على جنب، اكيد مش حنوصل هون نطلب صحن واحد. فعندي صحن ثاني اللي هي ساذرن فرايد تشيكن بس بدون العظم، بيجي معها الاشياء اللي عاد الحين لو حدا ما بده ياكلها بالوافل هذه كيف تتاكل باشياء مالحه فقط. عندنا هنا الويبت ماش بوتيتو او ويب بوتيتو، وهون عندنا شغله بسموها كورن بريد اللي هي بين خبزه بين كيكه، شغله زي هيك معموله من طحين الذره، برضو معروفه كثير في المطبخ الامريكي. لكن ملاحظتي كل هاي اللفه عشان اوصل لهذا الصحن واهم صحن، ايش هذه؟ كول سلو. للاسف للاسف اغلب الاماكن اللي بتعمل كول سلو على اساس على الطريقه الامريكيه او على طريقه الساذرن هذه الجنوب امريكا بغرقوها مايونيز. انا مش شايف مايونيز هون، انا شايف خضار طازه، هذه هي الكول سلو في امريكا. اوه هذا الكورن بريد، اوه هذا الدجاج. ايش اسوي اللي في حالتي ايش يسوي بالضبط؟ ياكل ولا يضحك؟ والله ماني عارف. غير عن انه كتير طيب وغير عن انه افكار رهيبه، حتى هاي يعني هاي انا مش اول مره اكل تشيكن وافل، لكن بتحس الوافل معموله للدجاج، مش انه والله اي وافل جيبها احط عليها اي دجاج وخلاص. في 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 تواصل، في انتجريشن بينهم بين بعض. يعني بضطر اني احكيها ولو انه يعز علي اني احكي اللي بعده، يعز على الواحد انه خلص يعني هيك خلصنا، يعني مش حنرجع ناكل من هذا المكان مره ثانيه. بس يلا هاي سنه الحياه وهي سنه البرنامج. اللي بعده يا اخواننا، اللي بعده اللي بعده. وبعد الوينجز في شيكاغو، بعد الدجاج المقلي في جنوب امريكا في مدينه فينيكس خصوصا، اجينا على نيويورك عشان نكمل فكره الدجاج المقلي تبعتنا، لكن رح ناكل شغله جديده. شوفوا عقد ما الشغلتين اللي اكلناهم بالبدايه كثير طيبين وهيك مخمخه ومزاج، لكنهم مع هيك مش اكثر الطرق في استخدام الدجاج المقلي في امريكا استهلاكا في امريكا. عن ايش قاعدين نحكي؟ شو اكثر شغله مستهلكه في امريكا؟ الدجاج المقلي على طريقه الفاست فود اللي هو الوجبات السريعه. المطعم اللي جايين عليه مطعم وجبات سريعه متخصص في الدجاج المقلي اسمه تشيك فيلا. المطعم عقد ما سمعته عقد ما مشهور هون في امريكا، يعني اي حدا اجى امريكا اكيد بيعرف هذا المكان، اي حدا عدى جنب امريكا ولا طيارته عدت من فوق امريكا اكيد بيعرف عن ايش بنحكي. رح نحكي عنه وعن ارقامه بعدين. اول شغله خلينا نطلب اكل بعدين لكل حادث حديث. طبعا المكان بسم الله ما شاء الله الناس فوق بعضه، هو اصلا فكرته تيك اواي، فاخذنا وجبتنا وناكلها هنا في الهواء الطلق في شوارع نيويورك. ايش طلبت يا باسل؟ ايش طلبت؟ هاي الصوصات، وطلبت طبعا تشيكن برجر. مش راح ينفع ناكل افكار الدجاج المقلي في امريكا وما ناكلش تشيكن برجر. وهنا اتوقع عندي الستريبس اللي هي بالضبط اللي هي صدور الدجاج اللي بدون عظم مقليه. انا بديت اكل معلش بس متحمس، لانه على فكره في معلومه مهمه عن هذا المكان. هون في امريكا اكثر مطعم سواء دجاج مقلي او حتى برجر، اكثر مطعم فاست فود اللي هو الوجبات السريعه استهلاكا في كثير من الولايات في امريكا تشيك فيلا. الحين نيجي لوجبه البرجر اللي هي برجر الدجاج. يما في اشياء قاعده بتوقع، اللي هي دجاج مقلي عليه جبنه مخلل وبندوره. لا ايش الاشي الزاكي الغير متوقع هذا؟ يعني الواحد جاء مكان فاست فود مش حتتوقع انك حتاكل اشي كتير طيب. اذا مش بيحكوا اذا عرف السبب بطل العجب، اتوقع هاي سبب الاقبال الرهيب عليهم صراحه. خبزه دجاج المقلي رهيب هيك بحرق شوي، فيها شغل حلو لما تحكي عن وجبه فاست فود ومش كتير غاليه ورخيصه وعلى السريع وتو جو، جيده جدا. وهكذا وبعد حفل الدجاج اللي الواحد سواها من شيكاغو لفينيكس الى نيويورك، بنقدر نختم الحلقه. مكاني المفضل او الطريقه المفضله
فعمل الدجاج اكيد 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 اللي اكلناها في فينيكس اللي هي تشيكن ووفل، سواء مع الوفل او حتى بدون الوفل، بس الدجاجه نفسها لحالها يقطع شرهم يا اخي. والله شاطرين، والله شاطرين ومعلمين. مش معناه الوينج كمان ممتاز وهذا كمان ممتاز كوجبات سريعه، ولكن هناك الاصل، هناك الشغل الصح. وبس خلصت حلقه اليوم، نشوفكم في حلقه جديده، مكان جديد، اكل جديد. سلام.